يبقى again again. يبقى انا لما جيت اتكلمت عن الاو، حرف الاو شورت وشورت ولونج زي ما قلت لكم، الشورت الساوند بتاعها زي الضم، فبقول ايه؟ توب مب كب. اني واي عامله زي الضم، يعني انا لما باجي بقول مثلا بص على الحرف اللي قبل الاو هتلاقيه تو مو كو، زي الحروف المضمومه بو كو هو. اما لو انا بقى استخدمت حرفين زي الكلمه اللي تحت دي هوت وهوت، هوت وهوت، تمام؟ تمام. صعبة؟ لا سامي. No. Very good. طيب تعالي نشوف كده حاجة تانية. أنا دلوقتي لما أجي أتكلم عن حرف الـ O مثلا O، O A الساوند بتاعها هيبقى إيه؟ برضه O. وعودوا نفسكم إن معظم الحاجات أو معظم الحروف الفاولز اللي هي المتحركة اللي هي زي الـ O ال اي ال اي ال اي ال يو، اي واحده منهم تعتبر ايه؟ تعتبر اني انا لما باخد اول تو ساوند، تمام؟ يعني اول لما يكون عندي حرفين مختلفين منهم باخد اول ساوند بس والتاني لا. دي معظم الحروف المتحركه، معظم الحروف المتحركه، تمام؟ ولكن في بعض الحرفين مع بعض بيختلف الساوند بتاعهم. طب خلينا نشوف كده لو احنا قلنا مثلا الاو مع الاي الشكل عامل ازاي. تعالوا نشوف شوية كلمات. أو مع إيه أكون؟ أو هنشوف شوية كلمات بقى، جاهزين؟ أوكي. أول كلمة أنا مش هقول، يلا يا سميرة ابدأي. بس هي بعيدة جدا يا ميس، بعيدة أوي. فوت. برافو عليك. يلا يا منى. Port. Boat. Coat. Goat. Goat. Bro. Sama. يبقى أنا هنا نطقت إيه؟ أو أو بس. أو فقط تانية. تمام؟ اتفقنا؟ تمام. ناخد كمان كلمات بالساوند بتاع ال او او. دبل او اكوان او. لازم تفهموا حاجه كمان مهمه جدا، ايه هي؟ اني انا لما اكون بتكلم عن اي حرفين زي بعض في الانجليش بيتنطقوا ساوند واحد بس، يعني الاس اس تتنطق اس واحده، ال 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 تتنطق ال واحده، البي بي تتنطق بي واحده، اوكي؟ تمام. تعالوا نشوف.
يلا يا سميرة. فوت. يلا يا منى. بوت. لا بوت. بوت بوت يس. تاني يا منى. بوت. لا مش بوت. بوت 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 يس. تفضلي. روت. يس. صعبة؟ لا سهلة بالنسبة لي. ممتاز جدا. يبقى انا لما اجي اتكلم عن الساوند بتاع الاو، الاو الصغيره او الاو سوري اللي هي الاو الشورت او، فده معناه ان انا بتكلم عن ايه؟ الضم. ايوه برافو عليكم، زي حركه من حركات الضم. الاو لوحدها كده بتساوي حركه من حركات الضم، لكن الاو لما يجي بعدها اي حرف تاني من حروف الباول، خدوا بالكم كمان يعني انا يعني احنا بنتكلم مثلا في ان الاو الاو اي ايكوال او الاو والليدر وبعدين اي زي الماجيك اي برضو دول ايكوال او تمام. اوكي صعبة؟ أوكي لا سهلة بالنسبة لي. تعالوا معانا نشوف. أوكي. يلا بينا نشوف الجزء اللي عندنا. بتاع الريتم. آخر مرة آخر بيجي قريناها كانت إيه؟ نقطة ليتا. بيج 6. Listen to me carefully. Letter dragging Hood's grandmother lived about a mile away. She lived by herself in a little cottage right inside the wood. Letter dragging Hood loved her grandmother just as much as her grandmother loved her. Nearly every day she went along the path through the forest to visit her. اوكي نشوف الاول معاني الكلمات. اول كلمه وهي ليتل، قلنا ليتل يعني ايه؟ هي ذات الرداء الاحمر المفروض اسمها صغيره. ليتل يعني صغيره قليله. مايل. مايل معناها ميل. ميل ميل.
طب انا هروح بعيد ليه؟ اوكي مايل معناها مين؟ Away يعني away. بعيد. Away يعني بعيدا. She lived by herself يعني herself. مع نفسها. نفسها برافو. In a little cottage يعني ايه cottage؟ كوخ. Yes, very good. يعني فوق. Right, right يعني على يمين. Inside. في داخل. Yes. The wood. كلمة wood لوحدها خشب معناها خشب. تمام. كلمة زود بقى. كلمة زود بقى. بعيد. غابة. غابة برو. الغابة. Later regarding who loved her grandmother just as much as her grandmother loved her. هنا as much as بالظبط كتير زي كذا. Nearly. يعني ايه nearly؟ nearly غالبا يعني تقريبا. تقريبا. معناها تقريبا. Every day, كل يوم she went along the bus بتمشي في الممر through the forest في الغابة to visit her. تمام؟ تمام. يلا ابدأ يا سمينة اتفضلي. Little Red Riding Hood's grandmother lived about a mile away. She lived by herself in a little cottage. Right inside. Cottage. Cottage, sorry. Yes, a sound L-A. L-A-G-E, okay, edge. Cottage. L-A, with L. Edge. Edge. Cottage, okay. Okay. Right inside the wood. Little Red Riding Hood lived her grandmother, just as much as her grandmother loved her. Nearly every day she went along the path. Through the forest to visit here. Yes, very good. Yeah, Mona. Okay, teacher. Little Green Riding Hood grandmother lived about a mile away. She lived by herself. She lived by herself in a little cottage. Right inside the wood. Little Red Riding Hood loved his grandmother just as much as her grandmother loved her. Nearly every day she went along the path through the forest to visit her. Yes, very good.
أخدنا المرة اللي فاتت الكومباراتيف أو المقارنة، والنهاردة هناخد السوبرلاتيف أو التفضيل، وكمان السيميلاريتيز أو الـ يعني المساواة. يعني ايه سوبرلاتيف؟ سوبرلاتيف معناها التفضيل. طيب يعني ايه تفضيل برضه؟ تفضيل هو اني بفضل حاجة واحدة، بفضل حاجة واحدة على مجموعة. سوبرلاتيف أو تفضيل معناها إن أنا بفضل شيء أو شخص على مجموعة، شيء واحد على مجموعة كاملة. جروب كامل بقول هو الأكبر والأدخن والأرفع هو الأكبر. اوكي زي مثلا الجمله دي، قولي لي اول جمله يا سميره. احمد is the tallest boy in the class. معناها ايه؟ احمد اطول واحد في الفصل او اطول ولد في الفصل. Yes. أحمد أطول ولد في الفصل، يبقى أنا قارنت ما بين مين ومين؟ أحمد والكلاس بتاعه. Yes. يبقى أنا هنا بقارن ما بين أحمد والفصل بتاعه، فبقول أحمد هو الأطول. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية مهمة جدا. ايه هي؟ اني انا دلوقتي يا ترى الصفه بتفرق؟ بتفرق. تعالوا نشوف ازاي. اذا كانت الادجكتيف بتاعتي اخرها الليدر اي، انا بعمل ايه؟ زي ما عملت في المقارنه بالظبط، هو اني بضيف الاس والتي فقط، الاس والتي فقط. زي كيوت تبقى ذا كيوتست. لو الادجكتيف اخرها واي بحذف الواي واضيف اي اي اس تي. الثانيه في المقارنه كنت بضيف ايه؟ اي اي ار، اي اي ار. زي هيفي تبقى ذا هيفيست، ذا هيفيست. تمام تمام لو الادجكتيف اخرها حرف فاول وقبله سوري اخره كونسونانت ساكن، وبعد الساكن فاول، وسوري قبل الساكن فاول وقبل الفاول ساكن تاني، يبقى معنى كده ايه؟ ها مش فاهمة يعني دلوقتي زي كل قدامنا يا حرف ساكن بعدها فاول بعدها فاول. يس. يعني اثنين فاول على حرف. لا بنكرر الحرف الاخير ساكن كونسونانت
وقبله vowel وقبله consonant بعمل ايه؟ بعمل بنكرر الحرف الاخير. برافو، بكرر الساكن الاخير وبعدين اضيف الاي اس تي وبعدها اضيف الاي اس تي. طيب. بس اللي قدامنا مش كده. لا اللي قدامنا زيت اوريدي بدأنا، تعالوا نشوف كده مثلا. وريني دي كده يا سميرة. فين؟ ثواني كده. بيج. بيجست. ذا بيجست. أكرر الإيه؟ الجي وحط الإي إس تي. فهمتيها؟ طب دي بقى كل مش بعيدة خالص عن السؤال عن الاكسامبل ده. لا كول كول اخرها ساكن وقبلها اتنين باول، فهنا انا مش هكرر، هخلي الاي اس دي بس. ده بالنسبه للادجكتيف اذا كنا بنتكلم عن شورت ادجكتيف او صفه قصيره. طب يا ترى بقى لو اتكلمنا عن اللونج ادجكتيف نعمل ايه؟ هزود قبلها كلمه ايه؟ موست. The most او the least. The most او the least. The most او the least. The least. The most يعني الأكثر وذا ليست يعني الأقل. قولي لي كده يا منى الإكزامبل ده. Yes, teacher. This car is the most expensive car in the shop. معناها ايه؟ معناها ان تقريبا في عربية أغلى من الثانية في المحل. العربية ديت أغلى من ايه؟ من العربية. العربية موجودة في المحل. أغلى عربية في المحل، العربية دي أغلى عربية في المحل، صعبة؟ لا صعبة. Yes. في كمان irregular او غير منتظم. احنا قلنا عارفين irregular دي بنعمل فيها ايه؟ بنحفظه. زي good تبقى the best. Bad تبقى the worst. Many or much تبقى the most. Little تبقى the least. Few تبقى the fewest. تمام؟ تمام. في كمان حاجة ايه هي؟ far. far تبقى the farthest. اوكي سامع؟ لا سامع. طيب تمام جدا. ده بالنسبة للسوبرلاتيف.
طب امال بقى بالنسبه للسيميلاريتيز، تعال نشوف السيميلاريتيز. Yeah, similarities. Similarities هي التساوي. Similarities معناها التساوي. سيميلاريتيز معناها التساوي، يعني حاجتين، يعني بتكلم عن حاجتين سواء كان سينج او سواء كان شخص، الاثنين بيعملوا ايه؟ بتساوي. الاثنين بيساووا بعض، الاثنين بيساووا بعض، مش هتفرق اذا كانت شخص او شيء، مش هتفرق اذا كانت شخص او شيء، لان في كلتا الحالتين هما كده كده بيساووا بعض. نمبر 1 equal